السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ الله يعطيكم العافية، معكم محمد من قناة عزة مافت. أصدقائي بفيديو جديد وحلقة جديدة، واليوم حلقتنا جدا مهمة، وأنا انصدمت أول ما شفت الفيديو. نزل الفيديو جدا مبكر، هو السيزون 11 من ار بي 1 حتى 100. جد شباب أنا كتير انصدمت، وهلا بنشوفه مع بعض وبنقرر أنا وأنتو إذا هذا هو السيزون 11 الار بي من 1 حتى 100. بنشوف الفيديو مع بعض يا اصدقائي. بس تحفيز اني يا شباب، بتمنى منكم شباب ما تبخلوا علينا بزر اللايك، لان اللايك مجاني. واذا انت اول مره عم تشاهدني اشترك القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. واللي عم بسالني يا عزاب كيف نروج عندنا بالقناه، رابط حسابي الانستغرام تحت بالوصف، برد بس على الرسائل المهمه وفتحوا 24 ساعه حسابي الانستغرام. اكتب لي اول شيء ترويج، بعدين اكتب لي شو بدك بعدين، يعني ناس كثير بتكتب لي رسائل ما هي مهمه، فانت اكتب لي ترويج عشان اعرف ان انت بدك ترويج ارد عليك بشكل مباشر باذن الله تعالى. وقبل قبل ما بلش مقطع يا شباب، عنا اعلان لتطبيق، يعني هذا التطبيق سويت عليه اربع اعلانات، وهذا التطبيق جدا رائع، الناس شحنت منه سيزون 10 كثير. فلذلك شباب ما بهمه الامر، ما بحب هيك ترويج، ما بحب هيك تطبيقات، انتقل على الدقيقه اللي بدي احط لك اياها تحت، يعني طالع هيك اعلان للناس اللي بهمها الموضوع، ما بهمه الموضوع ينتقل على الدقيقه. عشان يجيك يكتب لي بالتعليقات يا عزب عم تطول من المقدمه كثير، انا عندي اعلان ما بهمك، انتقل على الدقيقه اللي بدك اياها، بهمك هيك مواضيع والكسب المجاني، بطاقه جوجل 10 دولار مجانيه، خليك معي. طبعا يا شباب طلعت عليه كثير اعلانات التطبيق هذا، يعني شباب تطبيق جدا رائع، والحمد لله رب العالمين في اثباتات دفع كمان بطلع لكم اياها. هلا اكيد طلع عندكم اثباتات الدفع على التطبيق هذا. طبعا التطبيق هذا فيه لعبه جدا حلوه، وهلا عليه تخفيضات ما كنتم شايفين. طبعا هو بتجمع ال 100 دولار، وفي ناس بعثت لي صور ان شاء الله بسوي عليه هسه، في له اعلانات ثانيه بطلع بفرجيكم الناس شو تجمعت فيه شباب. طبعا رابط تحميل التطبيق تحت مع كود الدعوه، اول ما بتشتغل على التطبيق شباب بيطلع لك تحت خانه بتحط فيها كود الدعوه، بدي احط لك اياه اللي هو هاد، بحط لك اياه تحت بالوصف، واول رابط تحت بالتعليقات، بالتعليقات. وعندنا هون شباب المتجر، اذا ما حطيت كود دعوه ما راح يفتح معك المتجر، عشان تحسن تبدل فيه على شو بطاقه بدك اياها. طبعا عشان ما نطول الفيديو، عندنا هون شباب جد لعبه جدا خرافيه، هي اللعبه هو عباره عن نجوم، بدك طلعوا شباب جمع الالوان مع بعضهم، طلعوا شباب مجمع الوان مع بعضهم. طبعا هلا ما راح اخذ شيء، يعني بركي بنحصلنا شيء منه نحن عم نسجل الفيديو، عشان ما اطول الفيديو كثير باول الاعلان. طلعوا شباب على السريع دمرت كل شيء. طبعا هون بيطلع لي بس نقاط، عم بيطلع لي نقاط، هدول النقاط هي نفسهم بنحسن نحولهم نحن شباب على بطاقة جوجل 10 دولار. هون بدك تشاهد الاعلان شو بده يطلع لنا فيه، خلينا نشاهد الاعلان شو بده يطلع لنا. اوف شباب طلع لنا مطرقة، مشان اذا كبر يعني كثر عنا شيء نحسن ندمره بالمطرقة هاي. على كل حال شباب عشان ما اطول عليكم الفيديو، رابط تحميل التطبيق تحت الوصف مع كود دعوة، حملوا التطبيق واشتغلوا عليه وان شاء الله تستفيدوا من هالتطبيقات. طبعا يعني ربحنا الجوله بما انه جمعنا كل النقاط مع بعض. يلا شباب ما اطول عليكم مقدمه اكثر من هيك، روحوا على التطبيق واشتروا عليه انتم، وان شاء الله تكونوا احد الفائزين بتاعت جوجل 10 دولار من داخل هالتطبيق هذا. شوفوا مع بعض يا شباب هذا الفيديو شفناه قدامكم، عم بقولوا ان هذا هو السيزون 11 مع السكنات مع الاسلحه. هلا نشوفها، طبعا نقيمه هلا مع بعض انا وانتم شباب، يعني حتى انا مستغرب وما بقولكم هذا هو السيزون شباب 100%، يعني متاكد اني ما هو هذا 100%، بس كاتبين عليه السيزون 11 شباب. لا شباب لازم نشوفه مع بعض ونشوف اذا هذا هو السيزون 11، يعني جت لفت نظري السكن الار بي 100، نزلوا عليه تسريبات من زمان شباب، من زمان سكن الار بي 100، يعني وقت نزل سيزون 10 نزلوا التسريبات بس انا ما صدقت، بس الله نزلت اكيد يا شباب ما بعرف، بس 50% عشان ما حد يقول عزب انت طلعت لنا عليه وطلع ما هو. شباب هلا نقيمه مع بعض، اكتبوا لي بالتعليقات ارائكم واقتراحاتكم على هذا السيزون انتم شايفينه قدامكم. طبعا شباب هدو عنده اذا بطلع لك في الباكجات، طبعا هذا نزل هلا بس على النسخه الصينيه، ما بتعرفوا انتم دائما منزل على النسخه الصينيه، بعدين منزل على النسخه البيتا، بعدين على النسخه العالميه. في كثير شغلات غريبه شباب، طبعا سكن الباراشوتات شباب، عندك هذا اللباس كله لباس شتوي. طبعا ما في عندي دليل ابدا يقول لي ما هو هذا سيزون 11، كله شباب كل الادله بتقول اني هذا سيزون غريب اول مره بنشوفه. طلعوا شباب والله شباب الرقصه عنا اياها نحن من زمان، هالرقصه طبعا عنا اياها، طبعا في ناس ما عنده اياها ما لحقوا. شو هدول البطاقات شباب؟ هدول بطاقات جديدة كلها شيء، كل شيء جديد شباب. طلع شباب بطاقات جديدة، في عندكم بطاقات جديدة، في شغلة كثير جديدة أنا ما بعرفها. طبعا هون بطاقة الإشارة الاستفهام، هدول بطاقات كمان عندكم، بطاقات الرومات، اللوجو تبع اللباس، اللباس كثير رائع هذا اللباس شباب. عندكم هذا السكن، سكن الأسلحة كمان كتير حلو. طبعا أنا ما بعرف شباب، أنا بقول إني ما هذا هو السيزون 11، بس حاليا عم طلع لكم عليه، ما بعرف إذا بجيب معلومات أكيد عن السيزون أكيد أطلع لكم عليه وبقول لكم هذا هو السيزون 11، بس هذا اللباس حلو وهذا سكن راح. خطب خلينا نروح على الأر بي 100، حط لنا على الأر بي 100 حساب، تحط لنا هون هذا الأر بي 50 شباب، هذا سكن اليو بي 9.
على كل حال شباب اكتبوا لي انتم بالتحت بالتعليقات اذا بتظنوا ان هذا هو السيزون 11. انا كتوقعاتي وكالتسريبات اللي بطالع دائما ما بقول ان هذا السيزون 11، بس كيف ليش الناس صار له ضجه على اليوتيوب ان هذا هو السيزون 11 ما بعرف شباب. فاطلع لكم عليه عشان تشوفوا انتم اول الناس بالتسريبات اللي عم بتصير، ان كانت 50% ولا كانت تسريبات 100%. على كل حال في فيديوهات تطلع جديده جدا رائعه وكثير حلوه هي عن السيزون، كمان في تسريبات عنها كثير قويه، بس انا قلت اول شيء اطلع لكم هذا التسريبات هذول اللي طالعوها لتكونوا اول ناس انتم تعرفوا عن المواضيع هاي باذن الله تعالى. يلا شباب ارائكم واقتراحاتكم شوفوا تحت بالتعليقات، اهم شيء لا تنسونا من لايك ومن دعمكم الجميل. اذا انت اول مره عم تشاهدنا اشتراك القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بدنا الفيديو كان معكم اخوكم بالله محمد، تابع قناة زمافيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.